وإصرار. ها؟ إصرار يصير على هذا ليه؟ لأن عنده مصلحة. فاليوم واحد لزم مروان بن الحكم يقول صاحب الصواعق المحرقة ابن حجر يقول فاليوم سألوه المروان قالوا له تعال انتوا صدق تتهمون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الإمام علي تتهموه بأن تهاون في قضية عثمان إلى أن انقتل عثمان يعني تحملوا جزء من المسؤولية؟ قال معاذ الله والله إنه لأبرأ من ذلك من الذئب، الذئب من دم يوسف. شلون الذئب بريء من دم يوسف؟ قالوا له إذن ليش تحركون شعراءكم وأقلامكم تتهم الإمام علي بهذا؟ قال إن أمرنا لا يستقيم إلا بذلك، دكاننا ما يشتغل إلا بهذا. إيش هاي بضاعتنا؟ نبطل عن بضاعتنا؟ هاي لحظة من لحظات يقظة الضمير، نبه، لحظة من لحظات يقظة الضمير تخلي إيدك على الحقيقة